أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ولنا حلقة جديدة وبرنامج أصداء الشارع. حلقة اليوم مخصصة عن قضاء البيجي والكلام الذي يدور حول الإعمار في قضاء البيجي. سنسلط الأضواء أولا على مشروع البيجي والخدمات أيضا في هذا القضاء. تابعونا ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع. حلقة اليوم مخصصة عن الواقع الخدمي في قضاء البيجي. السلام عليكم. السلام يا قلبي. إيش بيه البيجي؟ الحمد لله والشكر، خدمات، مي، كهرباء، أصلاً متوفرت لنا الحياة فول الفول. اي يعني الحياة فول الفول. احنا دائما نطالب مجلس المحافظة ما يقصرون ويانا، يجوا لهم ساعتين ويديرون الله ومحمد وعلي وياهم. احنا بس رسالتي الناس اللي تهمها الامر، من الزعيم، الناس المختصة، هاي الناس اللي رشحوا ارواحهم، نطلب من عندهم نريد يباعون لهاي الناس الفقراء. ناس عندنا تتغدى ما تتعشى، شباب كاتل الهبري، شباب كاتل الهبري. هاي الخدمات شوف، احنا هسه شوارعنا 24 ساعة ما تقدر تمشي، اذا تمطر هسه ساعتين عمي الله وكيلك تحضر لك بلم بلم، وهو نوبات ما تحتاج البلم، ما تحتاج البلم، شو تسوي؟ تقوم تسبح بالافراغ. عمي نطلب من الناس المسؤولين الله يوفقهم، من الزعيم واختنا المرشحه الفازت، نطلب من عندهم نريد يصفنون القضاء بيجي، لان يعني قضاء بيجي تعبان تحت الصفر، تحت الصفر. نريد ان هسه انت ابسط المثال، واحد اجى من الدوام او اجى من عمله، يجي يريد يرتاح، يريد ياخذ فريخاته ويونسهم. وين يونسهم صديقي؟ وين يونسهم؟ فهمني، وين يونسهم؟ لا حبيبي، وين يونس؟ عندنا منتزه هنا بيجي بحي العصري، وعندنا منتزه الثاني وين؟ هاي الكبير. زين، المنتزه اللي بالبيجي بحي العصري عباره عن نشقيت 4 في 4، اها، وتطبي وتطلع السلام عليكم وعليكم السلام. هاي حياتنا، تعبنا، ملينا والله ملينا، نريد نعيش، خلونا نعيش. الله يوفقكم يا السياسيين. احنا شريد صديق، احنا شريد. احنا قالوا انتخبوا على راسنا، رحنا والله العظيم على راسنا، رحنا انتخبنا المن انتخبنا؟ انتخبنا اهل الديره، قرايبنا، اخونا، عزيزنا، مرشحنا، كل الصفات بهم، كلهم احنا نحترمهم. ماك بس يريد من عندهم هلا هلا بالمروه. يقولون العرب؟ يقولون ما عندنا علب للناس غير مروته، ما عندنا علب للناس غير مروته. احنا هسه ان شاء الله، هذا ان شاء الله القادم اكثر واكثر، نريد يهتمون اهم نقطه بالخدمات، اهم نقطه بالناس الكاتل الهبري، اهم نقطه عندنا اطفالنا. هسه خل اجيب لك ابسط طفل هنا بيجي، تساله على التعليم، تقول له دق وآه، يقول لك ما ادريني، غديني، عشيني. ملينا. نطلب من عندهم يهتمونا بالاطفال، يهتمونا. احنا بلد عراق، بلد رافدين هاي العالم كلها، كل هذا العالم يتحصرون على من؟ يتحصرون على العراق. عندنا بي ناس طيبه، عندنا ناس شيوخ، عندنا ناس يكفون ويوفون. بس ونرجع، رسالتي للسياسيين الله يوفقكم، من الزعيم وانتم نازلين، حنوا على البيجي، حنوا على الحجاج، حنوا على المزرعه، حنوا على كل محافظه العراق. ها لسه لا تقولون بس العراق، بس شنو؟ بس بيجي او صلاح الدين؟ لا، عندك منو؟ عندك العماره، عندك الديوانيه، عندك الحله، عندك البصره، عندك النجف، عندك اربيل، عندك سليمانيه، كلنا عراقيين. ما يقدر اي واحد يخلفنا بين كل 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 الديانات اللي بالعراق. وشكرا لكم، وشكرا القناه السامره، اريدكم دائما تكونون دائما متفوقين وبكل هذا، وتوصلون الرساله. توصلون الرساله من يهم الامر. ورسالتي الى رئيس الوزراء، يا ابن الاجاويد، هلا هلا بالعراق، هلا هلا بالعراق. احنا ترى ما عندنا غير العراق ابد، بلدنا وكل الطوائف البي كلهم من جي من جي من, شي من شمالهم وجنوبهم، نريد ايد بايد نظل وعلى عناد المضغوطين. شكرا لكم. حقيقه نتمنى فعلا انه رساله الاخين توصل السياسي محافظة صلاح الدين، أولاً باعتبارهم هم قائمين على المحافظة، وإلى الحكومة المركزية. الحكومة المركزية نتمنى فعلاً أنه دولة رئيس الوزراء أنه يخطأ خطأ، يتوهم،
ويصل محافظة صلاح الدين ويصل مدنها. هاي المشكلة الكبيرة طبعاً، ما إجا رئيس وزراء وحاول أن يكون فعلاً بزيارة حقيقية المحافظة صلاح الدين. يجي رئيس الوزراء، يجي وين يجي؟ يجي للمحافظة ويسمع بإذنه بس ما يشوف بعينه. أملنا فعلاً أن تصل محافظاتنا وتشوف بعينك، تشوف الوضع كله في قضاء البيجي. تابعونا ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عندنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع. حلقة اليوم مخصصة عن قضاء البيجي والواقع الخدمي في هذا القضاء. السلام عليكم حجي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف عليك حجي، أبو منو؟ أبو وسام. هلا أبو حجي، شلون أخبارك؟ الحمد لله الله يسلمك. شلون الوضع بالبيجي؟ والله الوضع تعبان حيل يعني. ليش تعبان؟ صراحة شوف أنت قدامك يعني هاي قدام العين، يعني ما يحتاج واحد حتى يحكي عنه. يعني لحد الآن ما شفنا بصيص امل انه اكو شارع مبلط، شارع التراب هذا كتلنا كتل يعني الله وكيلك تسكن بالبيت، ساكن بالبيت، اذا يشرون الهدوم مره مشوار يصير تراب ويصير هذا، هم لو يرشون الشارع يعني. وهذا هسه المجاري هاي خلف الله عليهم يعني قاعد يشتغلون بها وهذا، بس صار فتره طويله يعني نعاني من هاي الشغله. هي قديمة ما مبلطة الشوارع؟ لا مبلطة الشوارع، كلها مبلطة قبل، سووا مجاري وحفروها للشوارع كلها. لا هذا قبل داعش. إيه هذا الحي بالأخص، إيه هذا الشارع من المديرية إلى المستشفى، يعني شلون حي المنصور ببغداد هالشكل كان نظيف. وهسه شوفوا يعني شغلة ما أدري شني القضاء هذا شني قضيته. هل إيش قصرهم يشتغلون بالمجاري؟ والله من قبل داعش. من قبل داعش يمكن بسنتين، وجاء داعش عافوها. وهسه جو يشتغلون، هاي صار لهم هم يمكن يجي سنة يشتغلون، اشتغلوا شهر ويبطلون أربعة أشهر خمسة. ليش؟ ها والله ما ينطونا فلوس. من ينطوهم فلوس يجون يشتغلون، تخلص الفلوس بطلوا وعافوها ومشوا. وما يعني حجي اليوم شلون عايش الناس هنا؟ شلون وضع الناس؟ شلون عايشين العالم هنا بهالمنطقة؟ والله احكي لك يا بصراحة، العنده راتب ما يهم، عايش ما يهم يعني تدي الراتب، والما عنده والله الله وكله قاعد وساكت. شغل البلدية شلون؟ زين شغل البلدية والله زين، يعني يجون بين يوم يوم وكتلة. لا بس يعني لأن هو الناس الحياة قليلة بها بشر، يعني لو تجي الحياة العصري 50% ما مسكون. هسه لو تجي على هاي البيوت هاي كلها ما مسكونة. وين رايحين حجي هلا؟ والله هلا ما رجعوا، قسم ساكنين بتكريت وقسم بأربيل وقسم يعني محروق بيته وهذا ما يرجع، شو يسوي يرجع؟ اي عندهم رواتب، عندهم، لا تقول لي ما عنده راتب، والله يرجع على بيته يرمم وشون ما كان ويقعد بي، لانه ما عنده. انا بالنسبه لي 7 سنين مهجر، رجعت صار لي تقريبا شهرين ما عندي يعني لا راتب لا تقاعد لا كل شيء، قاعد وساكت والله. زين راتب رعاية ما عدنا. شوف الشخص هذا حتى أقول لك حجي ما سويت معه بالمناسبة الزلمة كفيف يعني حجي، إيش صار لك يعني؟ أني من سنة 2008 7/3/2008 مقدم معاملة، وكانت مال شو يسموه مال الرعاية إلا تقرير طبي. فجبت سويت تقرير طبي، ورا شهرين ثلاثة يلا طلع درجة العجز عندي، عجز كلي و 95% العجز. زين ليش ما شملوك بالرعايه حجي؟ والله ما تروح الاسماء والله ما جاء اسمك، ما ادري عنده ضرر ماله 100% يعني ما ادري. اي ما انا هسه ما اشوفك لك يعني ما اشوفك والله، بس على الصوت عتبنا عليك بعدين قالوا ايه خطيه ما طلع له لحد مثلا. ايش قصرك تقدم معاملات والله حجي؟ قلت لك من 2008 قدمت، 2010 قدمت، 2011 قدمت،
2014 قدمت. شوف جاء داعش ولا صارت الشغله زين. جينا من التهجير والله بال 2016 قالوا سووا معاملات، سوينا معاملات انطيناها وكنا بتكريت مهجرين، وهاي اليوم 5 سنوات واكو جماعه وياي سووا بنفس اليوم، صار لهم 5 سنوات يستلمون واني ماكو. شنو القضيه؟ ما ادري اني مو شايل عفلاق، ما اعرف مؤسس الحزب، يمكن مجتث ثاني. شبكه الحمايه الاجتماعيه في محافظه صلاح الدين اليوم يعني ناشدكم، هل الزلمه يعني كفيف واليوم بحاجه لمعيل، راتب ما عنده، الناشد يعني حقيقه اكو مدير جديد يعني تقدر تراجعه، وراح ان شاء الله هسه راح ناخذ رقم تليفونك واسمك. مو احنا هنا اكو رعايه، هنا بالبيجي اكو يعني دائره موجوده بالقائمه المقاميه ونراجعها كل ما اراجعهم. زين انت شايف والله الباحث طلع علينا في 1/9 جاء يعني قال ايش عندك ما عندك، سياره بيت ما ادري شنو، انطينا ايش اسمه العدنا 1/9/2020 ها اخويا. غير الباحث من يجي وها وبصمنا قال هاي تروح لبغداد، يابا شلون اسمه مازن هو هذا الباحث من تكريت، قال الباقي علي يا حجي روح ما لك شغل، يمي الشغله يمي. واليوم هاي سنه وشهرين يمي وكل شيء ماكو، وين يمك وكل شيء ماكو يا العفو ابو. بالنسبه للرعايه الاجتماعيه شلون تشملوا للشخص؟ يعني من ناحيه العواق، من ناحيه الكبر، من ناحيه انا هسه شباب عمره ما يتجاوز 25 سنه يستلم رعايه اجتماعيه. ها وهو مو بحاجته، هو مو بحاجته، عنده محل وعنده عماره، واكو هسه اطلع لك اياهم عندهم عمارات وعندهم شيء وعندهم رعايه اجتماعيه، والما عنده كل شيء والله العظيم. انا من 2000 وتقريبا 14 وقبل قطعوها كان ينطوني 150 ها باسم الحجيه، وقطعوها ماكو. الراجع اريد ما رحنا على ولد اسمه خضير يا ستار قام يسب ما يخلي على يحشي على المدوين ويحشي مدوين مشان نعوفه ونطلع. ليش هسه ناس عندها محلات وعندها عمارات وتستلم وهو ما عنده اي عواق؟ زين ليش بعمره مثلا هسه انا مثلا 65 سنه عمري ها لا تشملني رعايه اجتماعيه ولا تشملني شيء؟ عجل لمن تشمل؟ بس اريد افتهم، تشمل الشباب الحلوين يقدر يشتغل؟ هسه انا من يشغلك يعني بهيك عمر؟ يشغلك احد؟ يقول لك شايب هذا معود هذا شنو؟ بس الشاب ما شاء الله ما عنده عواق، هم يريدون عواق من ايش قد ويريدون تقرير طبي، وانا احكي لك اياها بصراحه، تقرير الطبي تروح على اي واحد يسوي لك تقرير طبي وبفلوس كل هسه انتم كصحفيين ارجو ان تنقلون هاي الحقيقه. والله العند اعرف بالرعايه الاجتماعيه، اعرف واحد يمكن سوى العشره ها اعرف. زين انا ما احكي على نفسي بس احكي على هذا الشخص، خطيه عائله كبيره، ضرير يعني بعد يعني ضرير، شو تريدون بعد؟ ما يحتاج تقرير طبي، هو ضرير. هسه اشوفه قدامكم يا اخي، احنا نريد هاي تنقلوها للحقيقه، وانت المراسل يعني كامين يعني بامانه. اي والله بامانه، اي والله ان شاء الله وراح تسمع اخبارها، وهي دعوه اولا للمختصين يعني اللي مسؤولين على شؤون الرعايه الاجتماعيه. امنا فعلا ان تراعى كبار السن، يعني هل الزلمه ضرير شو تريدون منه بعد؟ يعني عسى اي شيء باسمه، يعني حتى اذا كان بيتي باسمه، طيب ايش بيش يعيش؟ حتى اذا بيتي باسمه وهو كفيف يعني شلون يعيش بالله؟ والله ما اعرف يعني هاي يعني هاي اداره محافظه صلاح الدين عجيبه. زور عائلته يعني هنا يعني عجيبه. ما اقول لك انا خلينا نرجع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله موظف بالدوار المنحله، وزاره المنحله، ديناتي 600. زين والله هلا شوفوا قدامك ان شاء الله الوضع زين. ان شاء الله زين الحمد لله. والله الامين الهادي زين الحمد لله. الحمد لله بالنسبه للامن 100% يعني الامن 100%. لانه احنا ليش نعتب؟
احنا نعتب لانه الامن متوفر رحمه الله والديك. يعني هي يقول لك من العوامل اذا تقيم مشاريع اولا هو الامن، يعني لازم استتب بالامن. نعم. في اي منطقه حتى اقدر تقيم بها مشاريع. اليوم هذه المنطقه امنه وبفضل الله سبحانه وتعالى يخره، ولكن اليوم يراد حقيقه نسمع كثير من الوعود وهذا، ولحد الان يمكن هذه الزياره الخامسه او السادسه لقضاء البيجي، وقضاء البيجي لحد الان ما شفنا يتغير باي شيء. املنا فعلا انه تلتفت حكومه محافظه صلاح الدين الى قضاء البيجي. حقيقه عديتوا قضاء منكوب لازم تلتفتون عليه وتكون له خصوصيه، وهذه دعوه للبرلمان الجديد. لطالما البرلمان السابق فشل بانصاف قضاء بيجي باعتباره منكوب، املنا بالبرلمان القادم. نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل. مشاهدين عندنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع، حلقة اليوم مخصصة عن قضاء البيجي والواقع الخدمي في قضاء البيجي وتحديدا مشروع المجاري في قضاء البيجي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله أستاذ. بيدي خليها، شلون الوضع؟ أستاذ الوضع هذا قدام عينك، الشوارع هذا من يمينك ويسارك وشوف العين، البواري مكسرة كلها، والمجاري هذا قبال عينك ذيك مزتتة، والبلوعة ما تعرفها وين، أنت واقف ما تندلها بيا مكان. يجي يشتغل أسبوع مش قد مسدد الشارع على العالم، والعالم واجف حتى السيارة ما يقدر يعبر وما تفتهم كل شيء. يجيك مسؤول وقف مشوار جاء هنا على أساس مسوي البيجي جنة، وهي البيجي هذا الساعة تشتح علينا تراب وشوارع، أشوف الحصو الحصو بالبايسيكل ما أقدر أعبر بيها، هذا الكده من كبره. الشفل يجي يرد كوم التراب بنص الشارع، يجيب على أساس يعدل الشارع يرد النوب يهيج شو اسمه الشوارع من جديد. يكسرون البواري هذا شو اسمه الماء، يشوف هذا فاضي ولا وصلت إلى الشارع الجامع كنت قاعد عنده، هذا الماء وصل وقمنا نعبر من قاد من قاد قمنا نعبر. هم جوا على اساس يشتغلون تسوون فايده للبيجي، احنا نريد اللي يمشي بصوره صحيحه على العالم يدحق عليها بصوره صحيحه ويخاف الله. يعني اكو ناس ما مدري الفلوس مدري وين يريد وديه، اذا ما يعمر بلده عجل من يسوي؟ يعني صار لهم يشتغلون بهذا المشروع استاذ، صار لي يعني كثير اليوم ايش كثر صار بل المشروع من 2013 وبداوا هين بالبيجي بال 18 سنه 2018 هم هنا بالبيجي والحطتهم. اول ما بدا 2013 اي هم بداوا بيه على اساس عصره وين بين حل عصر المشروع ما ادري شنو صارت احداث داعش وقفه، وب 2018 رجعوا لي جاي بالدربات الفوق اشتغلوا ويشتغلون بهذا الشارع، اشتغلوا باسبوعين ثلاثه اربع اشهر حفروه ما تعرف شنو السالفه وقفوا. ليش وقفتوا؟ قالوا والله تخصيصات ماليه ماكو. يقفون ان شاء الله مكملين ما مكملين، نقره تقع بها السياره تقع بها اي شيء، هم ما لهم علاقه. تجيهم فلوس تكفيهم شهر اسبوع يشتغلونها، ما تجيهم فلوس تنتهي هذا هو تنام الشغله. ثانيا القيم مقام يقول والله سوينا وعملنا بالبيجي، والبيجي هذا شوف عيون العراقيين كلهم يسمعون ويشوفون بعيونهم، وخل اي واحد كبير مسؤول يجي يفتر بالبيجي ويقول انا سويت الشيء الفلاني زين له البيجي، خل بس يعني يقول سويت شارع سويت منتزه سويت ارصفه شو اسمه على الشارع، طسات يوميه حوادث على الشارع ما ادري قد من ورا الطسات اللي يسوونها جعل يوميه حوادث بالشارع، جاي المصفى وقف المصفى من الفر الشوارع، وين قاعده تروح فلوسهم ما ادري ينطونهم اياها وين يودونها، والفقير النايب البيجي ما حد يلتفت له ولا حد يدحق له، المسكين يعني العايش بذر حائطه وقاعد ما حد له يموت هو جهاله ما حد بباله. المعدان من الناس سولف معاك عندي رعايه صار له سنه طالع سنه، ورحت على الحاسبه ودقيت قالوا اسمك طالع سنه يابا ايش وقت اسويها؟ قالوا الا تجي تخصص ماليه للناس اللي ما عندهم رعايه وفين حظهم. زين ايش وقت احنا العجل يسوون راتب؟ والله العظيم والله الله شاهد وسع عندي الورقه بالبيت مضمومه الاسم يطالع بيه واشوفك اياه. زين ورحنا عليهم وعدنا جماعه نعرفهم ومسؤولين بالرعايه وهذا، قال والله احنا ما نقدر نسوي كل شيء من بغداد، هي من الماليه لازم هم يخصصوا لكم وعلى حتى تيدك من بيجي للناس الضعفاء والفاين حظها والبيوت مفلشه، وهذا عندك دحج الحياطين لسه عم كوم وشوف الانقاض لحد الان ما شالوا هذا مال بيجي. اربع حملات مرت انقاض كسرت ماكو يجي ينطي فلوس يلا شيل انقاض بيته، هو راعي البيت ينطي فلوس على ابو الحفاره وعلى ابو الشفل، يدفع فلوس للبيت يشيل انقاض ماله، مال الحكومه ما شالت لحد.
احنا ما نخاف من رب العالمين، مو من البشر، البشر ما خاف من عشان خاف من عنده. انا حكي العلي والمعلي يجي يشيل انقاذه بفلوسه، اي يعني ابى الرافع بالاجره، اي بلا انقاذ ياخذ الشيشه بالحفاره وينطي فلوس يمكن 4 ملايين مبلغ، يلا يشيل الانقاذ. زين هي هذا الماشي يسع بالبيج هناك، ومالت انه بلديه دحك شنو هذه حشاك كلاوات، ماكو هيك حكي. زين اذا تسمح لي محافظ صلاح الدين يمكن اطلق 5 إلى 6 حملات لرفع الانقاض في قضاء بيجي، يعني معقوله ما وصلت هاي المنطقه؟ اطلق استاذ بالمركز والبيج القديمه هاي استاذ رحمه لهلك، هو اطلق نعم ابو البلديه يطلق، وهذا بس وينها؟ وينها؟ انت اقول لك يعني شارع هذا مسوينه معدلينه، هذاك معدلين الشوارع، ماكو، ما شفنا شفلات من البلديه جت شالت انقاذ من بيوت العالم وفادت العالم، يقول لك الناس اللي قاعده تتعمر بيوت، ماكو. يعني نحكي نقول يعني البلديه شفناها بعيوننا ما شفنا. يجون هنا سعى الحفارات، شوف هذه الحفاره سعى مو حفر هذا الوحل، هذا حيشاكم هذا اليوم صار يمكن راح يظل 4 أيام 5 على مكانه. الا عاد يجون على راس مزاجهم ويجيب المهندس ويجيب يصور وما ادري يسوي ويجي المبلغ كثير، يلا ذيك الساعه يلا يفكر يجوز. اي على صبه واحده. حملات ترى سواها المحافظ، تجي سيارات مال البلديه من غير مناطق ما ادري شنو يشتغلون، بس البيجي مدمره، البيوت اللي بيها اقل شيء 1000 بيت متفلش. فيجون يشتغلون، اشتغلوا اخر حمله استمرت شهر. استمرت شهر بس ظلت بيوت، جوز ما اشتغلوا ربع البيوت المفروض يشيلونها هم. عندك مساله اخرى، عندنا الشارع العام، الشارع طريق بيجي موصل، كان بيه كهرباء اناره موجوده. من اول ما تبدي من المالحه الجاي المديريه اللي ورا المديريه هاي كلها موجوده بها اناره. قالوا راح صار سنه او سنه ونص، شايف هسه الشارع، شالوا الجزره الوسطيه، شالوا الاعمده، بلي اللي ذا تريد تفوت هذا منين كل شيء ما اشوف. السماء والطارق من الظلمه كانت كلها اناره من الشارع من الطارف لطارفه، شالوها قالوا راح يسوون يبلطون الشارع ويسوون الارصفه. الارصفه هذا المدخل مال بيجي الشمالي، ما مو يقولون عمليات او شيء، ما مدخوخ به طلقه ما طاقه به. هذا جو شالوا البهارتون وشالوا الرصيف وشالوا الاناره مالته، وقالوا احنا راح تبدي هذه باساس ب 20 مليار مقاوله. مجرد هو شفل، وهم الشفل مو مال شو اسمه مال المقاول، شفل مال البلديه هو الفلشن فلشهن، وقالوا راح تبدي وكل شيء ماكو. جماعه الكهرباء شالوا الاناره، قالوا انتم اللي تشيلون الاناره، يلا تجي يجي المقاول يباشر، وشالوا الاناره وكل شيء ماكو. هسه صار كل شيء ماكو، وصدق كل شيء. الرصيف من دور صدام حسين موجود القديم. هذا القديم مصبوب، جو شالوه، يشتغلون هم اسبوع قلابه وشفل، شالوا من الناس تبدي تحكي ما ادري شنو، شالوا حطوا شو اسمها القلابه والشفل، شالوا قلابتين 3 4 5 ورجع ماكو. وهذا على حط ايدك تقدر هسه تصل الشارع العام، صار جزء سنه ونص او اكثر شو اسمه يخربون ما يعمرون، يجون يشتغلون هنا يبدي بدايه الشارع يشتغل هنا ماكو. عندنا النوب مساله اخرى، عندنا قطع مال المعلمين او مال الموظفين سلموها سلموها بالحريجيه من 2013 سلموها، سلموها استحقاق للمستحقين هم للموظفين، كلهم عندهم بها سند لحد الان، لا فرزوها ولا فتحوا بها شوارع، ما حد يعرف شنو السبب مالتها من 2013. وهاي الناس كل الموظفين تقدر حد سعرها قام يريد يبيعونها ما حد يشتريها، لان ما حد يندل بس سند بها، ومجرد الحكومه لا فتحوا بها شارع، ولو بس يفتحون الشوارع وقسمون للناس الناس هم يدفنونها، وهي هسه صايره وادي كلها زل ومي وما حد وصلها هذيك. والبلديه او القيم مقام هذه يقول لك والله تخصصها وادي، هي بالاصل يعني بالاصل وادي وزعها، لا هي منطقه كانت خارج حدود البلديه، من ضموها انه نهايه الحي العصري راح تنضم للحي العصري، وزعوها للموظفين. بس هذا المنطقه مو قاع مثل هذه، بيها زل وبيها مي وفايضه، فلازم البلديه يدفنونها، وشوارع ما بيها، لازم غير البلديه تبلش تفتح شوارع مثل هذه، تاكل كل واحد يعرف مالته القطعه وين شو اسمه يقدر يبني يسحب كهرباء. هم لحد الان من 2013 ما سووا ايش للناس. واستاذ وانت اذا يعني تجي تفتر برا فتره تعال شوف منتم ترى الدنيا، شوف البيج هم يقول لك سوينا المجاري وهذا، تعال علي شوفه بعينك شوفه، وخل وجيب واحد من المسؤولين اللي معك وش دعك عليها. شكرا جزيلا. ايه الله يسلمك. حقيقه قضاء البيجي يعني يمكن
هذه قضاء البيجي يعني مشكلته مشكلة ما لها حل، يمكن آخر محافظة أو آخر قضاء بالعراق يمكن الناس تلتفت له، رغم أنه شريان محافظة صلاح الدين الاقتصادي، ويمكن العراق كله يغذى من، إذا لم يكن العراق كله فجزء كبير من محافظاتنا تغذى من مصفى البيجي بالمشتقات النفطية. أملنا يا محافظة صلاح الدين لسنة واحدة البترودولار يكون لقضاء البيجي من أجل إنصاف هذه المدينة المنكوبة. نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع، حلقة اليوم مخصص عن الخدمات في قضاء البيجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شنو مشكلتكم ويا المجاري؟ والله الحقيقة المجاري يعني خاصة بقضاء البيجي صارت علة، يعني المجاري من 2013 تم إقرارها والعمل بها، يعني من ذلك الوقت لهذا الوقت لم تحل هذه المعضلة. وحقيقة يعني اليوم يعني تفاجئنا انه شركه المجاري يعني بدات تشتغل بالبيجي، واحنا مقبلين على امطار، يعني ما اعرف يعني شلون خلص، يعني الواحد يشتغل بالصيف لو يشتغل بالشتاء، يعني حقيقه هو الشغل يكون بالصيف من اجل انه من ياتي الشتاء ما تكون معوقات للطلاب المدارس للموظفين. وحقيقه هذا الحي يعني الحي العصري، يعني دائما يقولون حي مميز، وبالحقيقه يعني انتم شفتوا حي مسدود الحقيقه، يعني اذا تسمح لي يعني اذا نشوف انه الشوارع واسعه، يعني نادر ما شفنا مثل شارع 20، يعني اغلب شوارع 20 وهي تعد من ارقى المناطق. اي فهاي شفتوها شلون منطقه منكوبه حقيقيه، شوارعها كلها مسدده، يعني كنا نتامل من المحافظه من القيم مقام انه يتدخلون، يعني ماكو شركه مجاري تشتغل بوقت الشتاء، بالنتيجه راح تصير معوق على المواطن. احنا يعني المجاري هاي معضله صار لها سنوات، وكل مره تصرف عليها اموال طائله وماكو حل لها، يعني اين تذهب هذه الاموال؟ انا حقيقه انا هسه ما ادري نشوف اليات تشتغل، ليش ماكو اليات تشتغل اليوم؟ لا حقيقه هو فتره العمل خلصت، هم صار لهم اسبوع حقيقه يشتغلون، استأنف العمل مالهم اسبوع بعد ما كان هناك اضراب من قبل الشركه، اي من قبل الشركه، لان ما انطوها مستحقاتها لمده 4 اشهر، وراها انطوهم من المستحقات، فصار لها اسبوع من قاعد تشتغل بالبيجي حقيقه. واكو يعني شغلات يعني واحد يسال عنها، يعني هي امور فنيه، يعني احنا نسال عن هذا، يعني هذا شنو دوره بالمجاري؟ هذا شنو دوره؟ مجاري على شارع عام، هذا مجاري على شارع عام، يعني تكرمون هذا الحفاظه تسده، يعني اثنين هذا الثاني، يعني هذا شنو شغله؟ احنا نسال عن هاي الشغلات الفنيه، يعني هذا بالشغلات الفنيه شنو شغلهم؟ هذا ممكن يكون تصريف مال مياه امطار ترى، يعني مو يعني حتى لو تصريف، يعني تصريف مال مياه امطار، هذا بالنتيجه فسل ما يسده، بالنتيجه تفيض يعني احنا كنا متوقعين انه يكون هناك المياه الامطار وللصرف الصحي، يعني اثنيناتهم ما قاعد نفتهم، يعني نريد نفتهم هذا شنو شغلهم ما ندري. هاي وحده، اثنين يعني ما معقوله كل هاي الاموال التي نسمع عنها في صرف البيجي، والبيجي لحد هاي اللحظه لم تحل معضلته، من باب العلم انه البيجي تمتلك اكبر مصفى في الشرق الاوسط واكبر محطات لتصريف النفط، وهي اساسا البنزين يؤخذ من قضاء البيجي، واحنا اليوم عندنا للامانه ازمه بنزين بالبيجي، يعني فوق كل هاي المعضلات انه بمعضله ثانيه انه احنا عندنا ازمه بالبنزين في القضاء البيجي. والمجاري يعني سابقا احنا يعني ما تحل ولا تحل، يعني احنا هسه انا خلصنا من المجاري راح تبقى هذه كلها طيانه، راح كلها من تمطر الدنيا تصير طين، فما حد يقدر بعد يمشي. وين التبليط مالها؟ قالوا بس يخلص امتى تخلص؟ يعني بالاربع يعني قالوا بال 14 يعني تم انجازها، وال 14 جتنا داعش، خلصنا من داعش، يعني عسى وعلى هنا تحل. الناس رجعت بال 17، بالنتيجه الناس لا شافت تعويضات لحد هاي اللحظه، يعني توقعوا تعويضات نينا وتم اطلاقها، والبيجي منطقه منكوبه لم تطلق تعويضات لحد هاي اللحظه، ونسبه المستلمين في مركز القضاء لم تتجاوز لحد هاي اللحظه 5%. ما نعرف يعني
وراها استؤنف العمل بالمجاري بال 18، قالوا بال 18 تحل ولم تحل أزمة المشروع المجاري. وقالوا بال 19 وما وهسه ال 21 وما أظن راح تحل، لأن حقيقة هذه أزمة يعني نطالب من الحكومة المركزية التدخل، وأن تكون مشاريع قضاء بيجي على الحكومة المركزية وليس على المحافظة، لأن المحافظة منذ 2013 ولحد هذه اللحظة لا يعني ما حلت أزمة مشروع المجاري في بيجي. والبيجي أزمات كثيرة، من رغم أنه هي منطقة صناعية ولكن أزماتها كثيرة من ناحية رفع الأنقاض، من هذه كلها لحد هذه اللحظة لن تحل في قضاء البيجي. لهذا السبب نطلق مناشدة للحكومة المركزية وللمحافظة يعني أنها تتدخل، لأن البيجي حقيقة يعني منكوبة في كل النواحي، من ناحية القطاع الصحي، من ناحية البلديات، من ناحية كل شيء، منطقة منكوبة. فنتأمل من الحكومة المركزية يعني تلبية هاي المناشدة. فزنا نريد أنه ما قلش تكون لهم بصمة هذا الفوز مالهم، الناس اللي انطتهم اصوات نريد من عندهم انهم يلتفتوا. اكو درجات وظيفيه او درجات جوريوميه في قضاء البيجي، طلقت مشكله قلت انه البيجي من اصل كم درجه؟ البيجي هاي مالت الاجور اليومي في المصبي، يعني حقيقه هذا يعني تفاجئنا من هذا الشيء، يعني بحدود ال 400 عقد اجر يومي في مصفى بيجي، تم تعيين 6 أشخاص من قضاء البيجي. البقية كلهم محافظات، يعني عن طريق نواب أو فقط. أما البيجي 6 أشخاص حصتها يعني 394 مم البيجي. شكرا جزيلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله الوضع كما تشاهدونه أنتم من ناحية الأمن ما شاء الله أمان، بس من ناحية الخدمات لا تحت الصفر، شوارع مخربطة، الأمور تعبانة، وأي وضع البيجي. طيب اليوم العام الدراسي على وضع المدارس في البيجي شلون؟ والله وضع المدارس يعني فتحت المدارس هسه ماشية الأمور الحمد لله، نصبر الحمد لله الحمد لله. شلون الوضع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ أنا مواليد 86، من جيت على هاي الدنيا كبيجي، أي وضعها خدماتها، مشاريع متلك، يعني المسؤولين انتم هاي البيجي اللي انطتكم ورزقكم على الله ثم عليها، اللي قدمت لكم قدموا لها شيء ولو بسيط ولو شارع. اهل بيجي تعبوا واهل بيجي يستحقون، اهل بيجي اهل تضحيه، والامان تحشون على الامان موجود. قدموا تبليط، قدموا حتى الناس تنظر لكم، وراكم انتخابات هاي انتهت، مبروك للفائزين، وراكم بعد الناس عندها طموح اكثر بعد، والبيجي تستحق، ونتمنى ونظل نتمنى وبلك ان شاء الله عسى ولعل ان يوصل صوتنا للمسؤولين، وهاي امانه، هاي امانه البيجي برقاب المسؤولين. اهلا وسهلا. حقيقه نتمنى فعلا ان تكون كل من فاز في هذه الانتخابات، المسؤولين، المحافظه، الاداره المحليه في قضاء بيجي، هي امانه في اعناقكم، انه عليكم تؤدون هذه الامانه. اليوم الناس بحاجة عايدة من نزوح، يعني هاي مشكلة رفع الأنقاض، وكثير ما تحدثت إدارة محافظة صلاح الدين عن الحملات اللي أطلقتها لرفع الأنقاض، ولكن لحد الآن حقيقة ما نقدر ندخل الحي إلا في يعني هذا المكان اللي إحنا متواجدين به أكثر من دار، يعني الآن خلف الكاميرا موجود، هن دول لا تزال مجرد أنقاض ولم ترفع الأنقاض من قضاء البيجي. نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع، حلقة اليوم مخصصة عن قضاء بيجي، بضيافتنا رئيس مهندسين أقدم عبد العزيز سلمان مدير دائرة بلدية البيجي. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام. حياك الله برنامج أصداء الشارع. الله يحييكم. اليوم قضاء البيجي، قضاء منكوب قضاء البيجي، ثلاثة سنوات أو أربع سنوات ولا تزال البيجي بحاجة إلى أعمال وليس إعمار. فرق ما بين أعمار، الأعمال هي أنه نرفع الأنقاض، بحاجة لرفع أنقاض اليوم،
بحاجه لتبليط شوارع اليوم، ولحد الان البيجي لا تزال منكوبه. تفضل استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيد المرسلين. مدينه بيجي مدينه منكوبه، مدينه بيجي مدينه مهمه، مدينه منتجه، المدينه الصناعيه، المدينه النفطيه، المدينه ذات الاهميه فيما يخص موقعها كمنطقه ربط بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب في بلدنا العظيم العراق. تحتاج هذه المدينة إلى رعاية خاصة وإلى عناية خاصة. تم التصويت على كون من قبل الجهات العليا على كون مدينة بيجي مدينة منكوبة، ولكن في الحقيقة لم نحصل من هذا الاسم على الأشياء التي يحتاجها المواطن وتحتاجها المدينة. الآن احنا بدور رفع هناك اهتمام خاص من السيد محافظ صلاح الدين، وتبنى موضوع رفع الأنقاض، إعادة إعمار المدينة، ومن الأولويات كانت كان موضوع رفع الأنقاض. للشهر السادس أو السابع على التوالي نحن نقوم بعملية واسعة بعدد كبير من الآليات وبمساندة المؤسسات البلدية الأخرى بعملية رفع الأنقاض. قمنا برفع الأنقاض من مركز المدينة المتمثل بحي الرسالة، وقمنا برفع الأنقاض في الحي العصري الشمالي والحي العصري الجنوبي. الآن نحن بصدد رفع الأنقاض، وسيبدأ العمل في ثلاث أحياء: حي السكك والحي العسكري الثاني والحي حي تل أبو جراد، علما بأنه أيضا الحي العسكري الأول تم رفع الأنقاض في المرحلة الأولى. العملية مستمرة، وتم رفع كميات هائلة من الأنقاض. تم الاستفادة من هذه الكميات في ردم عدد من المستنقعات في إكمال شارع التموينية اللي هو بصدد التأهيل مستقبلا، كون كان نهاية شارع التموينية كان مستنقع بعمق 3 أمتار أو أكثر. الآن تم ردم هذا. الحقيقة نحن الآن بانتظار إطلاق الميزانيات والتي تأخرت كثيرا عن القضاء. الوقت المناسب كان للتبليط، المواطن ينشد التبليط. الوقت المناسب للتبليط هو الأيام الجافة، الأيام درجة الحرارة عالية، درجة الحرارة العالية المتوسطة، الجفاف، نحتاج إلى الجفاف. الآن ميزانية تنمية الأقاليم لم يتم إطلاقها لحد الآن في دور المصادقة. لا تسمح لي استاذ، اليوم عندكم مشاريع اثنين اللي هي تنمية الأقاليم، نعم، وعندك من صندوق العمار. نعم. طيب خلينا نروح على صندوق العمار. صندوق العمار اليوم بيش خدم قضاء البيجي؟ لحد الآن صندوق العمار المبلغ المخصص لمدينة بيجي مبلغ قليل جدا، لا يساوي يعني شيء قليل بالنسبة لاحتياج المدينة. تم تخصيص مبلغ لشارع الشط، والآن قامت البلدية بدورها برفع وبالتعاون مع المواطنين برفع التجاوزات في شارع الشط المتمثل من الشارع العام مديرية الشرطة باتجاه نهر دجلة، وهذا شارع حيوي مهم. ايش قد تكلفته هذا الشارع؟ إذا أنا تسمح لي استاذ خليني نحكي بلغة الأرقام. اليوم بتردوا له أقول تنمية الأقاليم متوقفة لحد الآن، ما أقرت ميزانية ولا أطلقت ميزانية لحد الآن، أو أقرت ولم تصرف. نروح على حصة القضاء من إعادة صندوق إعمار المناطق المحررة. إيش قد شنو المبالغ اللي يقدموا لكم يعني؟ يعني خصصنا 2.5 مليار من مكتب الإعمار، يعني تخصصت لي مشروعين فقط، ومشروع شارع الشاط ومشروع بناية البلدية، بناية بلدية مكان ترميم مقام يعلى لها بناية بلدية بناء. ولكن لحد الآن تم إعادة الكشوفات مرتين أو 3 مرات، لحد الآن لم تحال. يعني مجرد لحد الآن هي حبر على ورق، لحد الآن لم تحال. عندنا تنمية الأقاليم، عودا على ذي بيد، يعني عندنا مكتب الأعمار صندوق الأعمار أوعدنا وحسب كلام السيد القائم مقام بأنه تخصيص 10 كيلومترات تبليط وليس تأهيل لعدد من الشوارع.
توزع على أنحاء المدينة، وإن شاء الله ستكون بصورة متساوية وستخدم أغلب المواطنين في حالة تنفيذها. أكو عمل بهذا المجال لو ما لحد الآن كلام، لحد الآن لم تحال ولم يتم التخصيص. إذا الكلام الكلام أستاذ عبد العزيز المفروض البيجي هسه دبي، يعني إذا الكلام لأن نعم. من عرفنا البيجي من العودة لحد الآن نسمع وعود. نعم الوعود كثيرة إن شاء الله. احنا يعني البلدية أكملت كشوفاتها، صادقت الكشوفات ورفعتها إلى المحافظة إلى تخطيط المحافظة، وإن شاء الله يعني نتوسم خير ونتمنى أنه تنفذ بالوقت المناسب. ولكن تأخر التبليغ إلى شهر 11 وشهر 12 أعتقد حتى المواصفات لن تكون بالمستوى المطلوب، لأن هناك ما يعني شيء مطلوب هو الأوبتيموم مويستر كونتينت اللي هي درجة الرطوبة المثلى اللي المفروض نحصل بها على أعلى حد يدخل بها نسبة الرطوبة اللي ما راح نقدر نحصل عليها في حالة هطول الأمطار المتوقعة في الشهر المقبل والشهر، وستكون الطبقات اللاحقة للتبليط ستكون ليست بالمستوى الهندسي المطلوب. مقبلين على موسم شتاء أكيد، المجاري لم تنجز، الشوارع غير مبلطة، شو راح تفضلها ويا مواطن بن بيجي؟ حتى نكمل موضوع الميزانيات، موضوع تنمية الأقاليم كنا يعني نفكر في دعم أكثر، ولكن لم يأخذ بنظر الاعتبار فقط النسبة السكانية، لم يأخذ بنظر الاعتبار كون المدينة منكوبة ومتضررة ومدينة منتجة. كان المفروض هو النجاح نجاح البلد يكون في يعني خدمة المناطق الحيوية، المناطق الصناعية. بالمناسبة يعني المفروض حصة البترودولار للمحافظة تكون الأولوية لقضاء بيجي. المفروض. لأن أولاً كثرة الأمراض في قضاء البيجي نعم. بسبب المصفى. نعم. اليوم المدينة المتضررة البيجي. أبناء البيجي كلش قليلة مستفيدين من مصفى البيجي. فقط يعني البيجي هي مصدر الشريان للعراق، أما من ناحية حصة كحصة خاصة بالبيجي لا بتوحد. الحقيقة هو موسى مصافي البيجي، يعني هو غاز الميثان اللي يخرج من عملية إنتاج تصفية النفط راح يروح المعمل الأسمدة اللي ينتج 2000 طن يوريا باليوم. النفط الأسود يذهب إلى الطاقة الحرارية المفروض في حالة تأهيلها راح ينتج كهرباء، ف هو سيستم كامل يعني حتى أعرف تماما أعرف الموضوع نعم. ولكن هي حصة ثابتة من البترودولار. نعم حصة ثابتة للمحافظة صلاح الدين. نتمنى على المسؤولين وعلى القائمين بالمحافظة الاهتمام بهذا الموضوع، كون المدينة مدينة معروفة بحيويتها، مدينة منتجة. فيما يخص ميزانية تنمية الأقاليم التخصيص يعني حسب الكشوفات اللي قامت البلدية بإعدادها تبليط حي الرسالة بالكامل اللي هي بيجي القديمة وشارع التموينية اللي ممتد من شارع الشط باتجاه تقاطع قرية البعيجي، وهذا مهم جدا. إذا تم العمل في الشارع العام سيكون هذا هو البديل عن الشارع العام في حالة تبليط، لأن الآن موضوع الشارع العام اللي هو طريق بغداد موصل اللي يخترق المدينة من المنتصف لحد الآن الحقيقة بس يعني تم رفع الأرصفة، تم رفع الجزارة الوسطية، وتم التهيئة لإحالة هذا المشروع، ولكن لحد الآن لم تتم الإحالة لحد الآن، وهو موضوع حيوي جدا. الترايلات والناقلات الكبيرة تمر من هذا الشارع، وهذا الشارع لا يخدم فقط مدينة بيجي، هذا يهم البلد بشكل عام، وشارع حيوي وشارع مهم جدا لم يتم العمل به، وقد يكون يبدأ العمل. السبب لم يتم العمل هو الحقيقة على أيضا على تنمية الأقاليم اللي لم تنطلق. أعتقد في كل البلد يعني تنمية الأقاليم تأخرت، مو فقط يعني الموضوع فقط يخص مدينة بيجي يعني. طيب أستاذ خلينا نروح على فقرة إنه المشاريع المتوقفة اليوم، شنو مشاريع عندنا متوقفة منذ عام 2014 تابعة لبلدية بيجي من الأحداث ولحد الآن؟ إحنا كل المشاريع اللي رفعناها هي تعتبر مشاريع متوقفة، لأن لحد الآن ما يعني ما جانا شيء. إحنا عندنا حقيقة على عودة الاستقرار، عندنا الآن العمل مستمر وشارع حيوي وشارع مهم وتم العمل به وأنجز فقرات كبيرة من هذا الشارع، وهو شارع الحياة المجاور لمقبرة بيجي القديمة، وهذا الشارع بواقع كيلومتر وربع إضافة إلى 400
متر اضافيه تم تخصيصها من قبل السيد المحافظ، والان تم اكمال الكربستون حجار الرصيف وكذلك البيهارتون المقرنص على وشك يعني اكماله، بعد طبعا معاناه كبيره برفع التجاوزات من قبل عدد كبير من المواطنين. حقيقه هناك ايضا تعاون من عدد كبير من المواطنين، هذا لا يخفى، رغم انه بعض المواطنين قد يفسر هذا يعني بانه غبن للمواطن، ولكن هي المصلحه العامه تقتضي هذا الموضوع. هذا العمل جاري بهذا الشارع، وهذا الشارع مهم وحيوي، وان شاء الله بالايام القادمه راح تجري عمليه التبليط الان الترابيه يعني في دور العمل والحدهل والتسويه. الفقره اللاحقه ستكون ان شاء الله هي اعاده تبليط هذا الشارع، وهذا الشارع سيكون شارع حيوي. من المشاريع المتلكة أيضا اللي هي على عودة الاستقرار ولكن لم يتم المباشرة بها، إكمال شارع المصرف باتجاه شارع الصينية الرئيسي، وإكمال شارع العلوة، شارع علوة المخضرة اللي هو طريق سايدين ومعبد، يعني بقت مسافة بهذا الشارع، والآن يعني أمر السيد المحافظ بأن نوجه بأنه تحال على عودة الاستقرار، على ميزانية عودة الاستقرار، ولكن لحد الآن لم تتم الإحالة ولم تتم المباشرة بهذا الشارع. وهذا الشارع حيوي جدا، سيكون هو البديل لفك الاختناق في حالة يعني المباشرة بتبليط وتأهيل الشارع العام. طيب أروح على مشروع على موسم الشتاء، نحن قبلين على موسم الشتاء، الشوارع مخربة بسبب الأعمال المجاري، والمجاري لم تكتمل منذ أكثر من يمكن 10 سنوات، وهذا عبء يضاف على عبء البلدية، وراح تذب اللائمة والشارع يكون ساخط على دائرة بلدية بيجي. أكيد طبعاً. دائرة المجاري أكملت الخطوط الرئيسية اللي تخص الشوارع، ولكن لدينا مشكلة أخرى. تأهيل هذه الشوارع تحتاج إلى تأهيل حتى تكتمل مآخذ المياه، المشكلة الرئيسية في حالة إكمال هذه الخطوط، أين محطات إعادة الضخ؟ لا توجد محطات إعادة الضخ، يعني في حالة بدء موسم الأمطار لا توجد يعني الأنابيب، حتى نوضح للسادة المشاهدين بطريقة بسيطة، الأنابيب كمل بدها ولكن لا توجد مضخات بنسبة 85% إلى 90% المجاري تم الأنابيب، تم تنفيذ الأنابيب، إلا ما أخذ القدرة، ما أخذ المياه، هذه لا تكتمل إلا بتبليط الشارع وتأهيله حسب المناسيب النهائية للشارع، لأي شارع، والبلدية مواكبة حقيقة ومخصصة كادر يتابع مع يتابع ويرافق عملية مد هذه الأنابيب، ولكن المشكلة في محطات إعادة الضخ، وكذلك أيضا محطة المعالج اللي قطعوا شوط بها شوط واسع يعني أكو عمل مستمر يعني دوم محطة، يعني هو هذا الموضوع يخصهم هم المجاري، ولكن حسب متابعتنا يعني الموضوع احنا ليش نسألكم؟ نعم، لأن احنا للمرة الثالثة أو الرابعة نحاول قدر الإمكان أن يعني يكون لقاء مع مدير مجاري قضاء بيجي، حقيقة لحد الآن لم نسمع منه أي تصريح كونه دائما غير متواجد في الدائرة. لا، رجل متابع وجدي ومتابع للعمل وشخص فني ومتابع وكفوء، ولكن الموضوع ليس موضوع يعني قد تلام البلدية وقد تلام المجاري، ولكن الموضوع موضوع أكبر من دائرة المجاري اللي هو مركز من البلدية، وترجع على التخصيصات المالية، التخصيصات المالية هي السبب يعني إذا خصت يعني. بالمناسبة أنه راح يبدي موسم أمطار، وإذا بدأ موسم أمطار أصلا هي مدينة بيجي مستوى المياه الجوفية قريب من وجه الأرض، ستكون في غاية الصعوبة يعني تنفيذ محطات إعادة الضخ، لأنه كلها أندرغراوند تحت الأرض العمل، سيكون التخلص من المياه موضوع في غاية الصعوبة. المدينة يعني فاتتها فرصة أنه بالفترة الماضية اللي هي الصيف والموسم الماضي كان هم الأمطار قليلة، المياه الجوفية أعتقد كان موضوع مثالي لتنفيذ محطات إعادة الضخ، وإن شاء الله نتوسم بالأيام. نروح على فقرة مهمة ويحتها اليوم، قضاء البيجي بمجال توسعة وتوزيع قطاع أراضي، متى آخر مرة وزع قضاء البيجي توزيع قطاع أراضي للمواطنين؟
وزع قبل الاحداث يعني قبل سنه 2014 وزع اكثر المواطنين لم يسجلوا هذه. واحنا ندعو المواطنين اللي يعني احنا ان شاء الله حصلنا تمديد انه بالمده اللي ما سجل عاده هو خلال 6 اشهر على المواطن ان يسجل، ولكن كثير من المواطنين اغلبهم لم يسجلوا. الان يعني ستكون هناك فرصه لتسجيل الاراضي اللي فيما يخص الاشخاص والشرائح اللي المستفيده من هذه الوجبه الاخيره اللي كانت قبل 2014. ولكن الان احنا نمر مشكله كبيره فيما يخص الاراضي وتوزيع الاراضي. لدينا عدد كبير الاف من معاملات المواطنين لمختلف الشرائح. في واقع الحال بيجي يحدها من الشمال مصافي بيجي من الغرب ناحية الصينية من الشرق المانع الطبيعي اللي هي نهر دجلة اتجهنا جنوبا. حقيقة عندنا مشكلتين باتجاه الجنوب. أولا لم نحصل على موافقات بامتلاك الأراضي لحد الموقع، نقول لحد الموقع اللي هو جنوب مدينة. هي المن تابع الأراضي هاي للمالية للمالية طبعا طبعا البجارة المالية لحد الآن ما حصلنا موافقات بضمها. موضوع آخر أنه محطة المعالجة يعني حتى لو حصلنا محطة المعالجة اللي هي جنوب قضاء بيجي 5000 دونم احنا محرومين الآن من إقامة أي منشأة عليها عدد تشجير فقط. يعني كون المحددات محددات محطات المعالجة محددات قديمة أعتقد لحد الآن هم يعملون بها. لدينا مخاطبة معهم بتخفيض هذا العدد. يحتاجون يحتاجون 5000 دونم؟ لا ما يحتاجون بس لا، ولكن يعني الكلام إنه الأبخرة اللي في حين هو هذه كانت المحطات البدائية كانت تحتاج إلى نصف قطر كيلومترين، نصف قطر كيلومترين تحتاج إلى 5000 دونم الحقيقة يعني. وهذا هذا يعني البرنامج مساحة القديم مساحة كبيرة. نحن يعني نتمنى على الناس المختصين والفنيين والمهندسين في دوائر المجاري ومراجعهم بإعادة النظر في هذا الموضوع، كون محطات المعالجة في مدن كثيرة من العالم المتقدم قريبة من المدن ولا تحتاج إلى هذا إلى حرمان المدينة من هذه المساحات الواسعة. بالإضافة إلى أنه إحنا نحتاج من التخطيط العمراني ومن الجهات المختصة يعني مساعدة مدينة بيجي والسماح لها بضم الأراضي، وكذلك هناك كلف نحتاج من إدارة المحافظة بأن تخصص كلف لضم هذه الأراضي، لأن هناك ملكيات خاصة وهناك إطفاء، وهذا الإطفاء لهذه العقود والملكيات يحتاج إلى مبالغ أيضا. شكرا جزيلا أستاذ. شكرا جزيلا. نشكرك الشكر الجزيل. حقيقة نشكر الأستاذ المهندس عبد العزيز سلمان مدير دائرة بلدية بيجي. حقيقة نتمنى فعلا على الحكومة أن تلتفت واعدة بيجي كثيرا. أعتقد أنه حتى كان في حينها وزير البلديات كان في زيارة لقضاء بيجي قبل سنتين ووعد بتأهيل قضاء بيجي بقدر الإمكان. وعندما تسألنا عن أموال الطوارئ والمفروض تعمر قضاء البيجي من أموال الطوارئ نسبة إلى قرار مجلس النواب مصادقة مجلس الوزراء على هذا القرار أن تكون البيجي منكوبة، بعد ما يقول المنكوبة هي تعمر من أموال الطوارئ وليس من الميزانيات، ولكن مع كل الأسف هذه الأوراق. وأيضا مجلس محافظة صلاح الدين أكثر من مرة صوت ورصد مشاريع لقضاء بيجي، ولكن لحد الآن أهالي قضاء بيجي ودوائر قضاء بيجي لم تسمع سوى أو لم ترى سوى حبر على ورق، وكالذي يسمع جعجعة ولا يرى طحينة. إلى حلقات أخرى مع فريق العمل وتحياتي أنا محمد السامرة ليكوتيني. أشكر من رافقني في هذه الحلقة أحمد الدوري وغيث النعيمي، وفي الإخراج سيف المهند. نلتقيكم في حلقات أخرى. فيها. We'll be right back.